بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة يا أبطال هناخد باراجراف جديد عن كاملز اللي هي الجمال. طبعا بيجيب لك 5 كلمات زي ما احنا عارفين، وبيجيب لك صورة، وبنستخدم ال5 كلمات في كتابة 5 جمل. فكل كلمة من 5 كلمات هنجيبها في جملة عشان في الآخر نكون 5 جمل عن الصورة. تعال نشوف كده أول معنى الكلمات يا شباب. camels معناها الجمال، beautiful معناها جميلة، carry معناها تحمل، milk معناها اللبن، fur معناها الفارو. تعال نشوف كده الجمل كونناها ازاي، وكل كلمة هتلاحظ ان هي جت في جملة. camels الجمال، are تكون amazing تكون حيوانات مذهلة، full stop يعني نقطة. they're beautiful هي حيوانات جميلة. they're يعني هي تكون اللي هي الجمال، beautiful جميلة full stop. they فهي اللي هي كاملز الجمال، can تستطيع، carry تحمل، people الناس، and و things والأشياء full stop نقطة. their milk لبن الجمال is يكون delicious لذيذ full stop نقطة. we نحن can نستطيع use نستخدم their fur فر الجمال to لكي make نصنع clothes ملابس full stop. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم، مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.